بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس اللي فات احنا خدنا يعني فكرة عن واجهة البرنامج بس ما رسمناش. من اول الدرس ده ان شاء الله هنبتدي مهارات الرسم. اتكلمنا في الدرس اللي فات ان الجزء اليمين ده اسمه الكوماند بانل، لوحة الاوامر. لما بفتح ال 3 دي ماكس بيوقف لي على اللوحة بتاعة كرييت. لما اقف على النجمة دي يبان لي كلمة كرييت تحت المؤشر، حتى لو مش باينة في التسجيل نتيجة عدم توافق برنامج الماكس 2012 مع برنامج التسجيل، لكن لما بقف على النجمة دي بيبان لي تحت المؤشر كلمة كريت، وده الموديفاي وده الهيرارشي وهكذا. خلاص. طيب دلوقتي انا عايز انشئ. طيب انت عايز تنشئ حاجة مجسمة ولا شكل ثنائي الابعاد ولا اضاءة ولا تحط كاميرا عشان تحدد الزاوية اللي عايز تبص منها ولا ايه بالظبط في الاختيارات التانية؟ طب انا عايز اعمل شيء مجسم. لحد دلوقتي انا ما اخترتش حاجة، دي الاختيارات الاصلية. طيب عايز تعمل شكل مجسم من انهي نوع؟ كل اختيار من دول لما اختاره بيطلع لي مجموعة زرار هنا مختلفة. فهنبتدي بالاختيار الأولاني خالص اللي اسمه ستاندر بريمتيفز، الأشكال الأساسية أو البدائية. طبعا أنا مش مهتم بكل. أول عنصر عندنا عنصر البوكس اللي هو الصندوق. الصندوق ده ممكن يكون عمود مربع، درجة سلم، جدار، أي حاجة صندوقية. طب عايزين نرسم نعمل إيه؟ الأول نختار مسقط مناسب، ترسم في الفرنت أو في التوب أو الليفت أو المنظور. أنا ابتدي مثلا في المنظور، وممكن نضغط Alt W عشان نكبر المنظور نشوف كويس. فهقوم ضاغط على بوكس، فلما بضغط على بوكس بيظهر تحت المعاملات بتاعته، الخصائص بتاعته. ممكن اشتغل بالماوس وبعد كده اعدل الخصائص بتاعته، ممكن احط الخصائص بالكيبورد من اول مره. مساله الكيبورد دي مساله يعني استخدامها صعب قوي ونادر، يعني انا يهمني ان الصندوق يبقى يعني عامل سناب على شيء معين او تم التقاطه على شيء معين او شكله حلو، يعني ما عنديش ارقام معينه انا احطها. لو انت مصر تحط ارقامك من اول مره صح، هنقول له كيبورد انتري وندخل اللينس اللي هو الطول والويدث اللي هو الهايت اللي هو العرض والهايت اللي هو الارتفاع، ونحدد الاكس والواي والزد اللي هو مكانه، ونقول له ايه كرييت. النقطه دي نقطه صفر بالنسبه للاكس، شايفين المحور ده؟ ده الاكس والمحور ده الواي. المحور ده اهو اسمه اكس وبيوازي الخط الاحمر بتاع الاكس، والمحور ده اسمه واي وبيوازي الخط الاخضر بتاع الواي، طبعا الزد راسه. الكلام ده ما يهمنيش خالص، انا اشتغل بالماوس. اول ما اضغط على كلمه بوكس هيظهر لي صليبه، يبقى انا كده في وضع رسم. عشان ابتدي اشتغل الاول احدد القاعده بتاعه الصندوق، فهضغط واسحب. حاليا انا ضاغط على الزرار الشمال وما سبتش ايديا. لما بتحرك ملاحظين ان اللينس والويدث بيتغيروا عشان يعرفك الطول والعرض الحالي. طب انا كده حسيت ان القاعده كويسه، اعمل ايه؟ اسيب ايدي. بعد ما بسيب ايدي بحرك المؤشر لفوق من غير ما اضغط، الطول بيبقى بالموجب لفوق. بحرك المؤشر لتحت، الطول بيبقى بالسالب لتحت، وملاحظين ان الهايت ده برضه بيتغير معايا. اول ما احس ان انا وصلت لابعاد تقريبا كويسه وعامل كليك تاني، بضغط واسحب واسيب واطلع لفوق واعمل كليك، يعني سحبه واسيب ايدي واعمل كليك. بلاحظ انه بيديني الوان عشوائيه. طبعا الالوان دي ملهاش قيمه حاليا عشان بس اميزهم عن بعض. بعد كده في حاجه اسمها خامات. خامات يعني اجيب صوره واكس بيها الجسم. فلو صوره طوب يبقى هفهم ان هو جدار، صوره بلاطه افهم ان هو ارضيه، صوره خشب افهم ان هو مثلا ديسك او مكتب او حاجه زي كده. طب انا عايز اخلص الرسم، عندي ثلاث اختيارات. الاختيار الاولاني كليك يمين، الاختيار الثاني سكيب، الاختيار الثالث اللي هو السهم ده اللي هو السلكت. السهم ده اختصاره كيو، يعني لو انا برسم ممكن اقول له سكيب وممكن اقول له كيو. او مختار ده وده بالكنترول، او اختارهم كلهم كده مره واحده واقول له ايه ديليت. طب انا عايز ارجع في كلامي اقول له كنترول زد. في ملحوظه هنا، وانا بختار بلاحظ ان لما بضغط واسحب كده بيديني منطقه مدوره. طب انا مش عايز مدوره. ده الاسلوب اللي حضرتك ممكن تختار بيه. شايفين السهم الصغير ده؟ يعني في اشكال تانية. الناس اللي تعرف فوتوشوب متعوده على السهم الصغير ده. هضغط وتاني ضغط ما سيبش ايدي، واللي عايز لما تيجي تختار تظهر لك منطقه مستطيله ولا مدوره ولا مكسره ولا منطقه شكلها ايه. خلاص. فاقول له مثلا منطقه مستطيله، فلما اضغط كده يبقى انا عندي ايه مستطيل. هنا حته مهمه للناس برضو اللي واخدين كورس كاد قبل ما ياخدوا كورس الماكس اللي احنا شغالين فيه. في الاوتوكاد لما بضغط اتحرك في اتجاه الشمال يبقى اي حد بلمس منه حته بيجي معايا. يعني الصندوق الاخضر ده على الشمال خالص انا واخد منه حته بس مش واخده كله. في الاوتوكاد لو انا عملت سبت ايدي دلوقتي يبقى ناخده معايا،
طيب نعمل كده، سيب ايدينا، خدته فعلا معايا. طب لو سحبت من الشمال في الاوتوكاد، طالما سحبت ابتديت من الشمال لازم الشكل بالكامل يبقى معاك، معنى كده الاخضر مش هيجي معاك. لو سبت ايدي جه معايا برضو. لا مش هو شغال ازاي؟ بناء على ايه؟ قبل ما حضرتك تعمل الشباك اللي بتختار بيه، تبص الاول على الزرار ده، لو المكعب متقاطع مع المستطيل المنقط يبقى اي حد انت بتلمس منه حته بيجي معاك، بغض النظر انت بتسحب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. يعني اهو قام عامل كليك كده، انا خدت حته صغيره من الصندوق الاخضر مع ذلك ده كله. طب لو ضغطت الزرار ده لجوه اصبح المكعب بالكامل جوه، يبقى لازم الحاجه عشان اختارها تبقى بالكامل جوه. فلو اخترت نفس المنطقه كده المكعب الاخضر او الصندوق الاخضر مش بالكامل جوه، فلما اسيب ايدي انا ما اخترتش حاجه. طب لو عملت كليك، لو سحبت كده اختار مين؟ ادي شكل الازرق والاخضر الفاتح والازرق الصغير والاحمر، دول بس اللي كانوا جوه. يبقى هو ده المعيار. في الوضع ده اي اختيار لجزء من الجسم يبقى اختيار للجسم كله، في الوضع ده لازم اختار الجسم كله صراحه. هقول له كنترول A وبعدين ديليت وارسم صندوق تاني. طيب حضرتك رسمت الصندوق، الصندوق ده خصائصه مش عاجباك، يعني مثلا ده درجه سلة فعايز اعمل درجه عشان اخد منها كوبي. طيب نعمل ايه؟ طالما حضرتك رسمت شيء هتعمل عليه كليك، يبقى انا كده مختاره، وتخش على الموديفاي تعديل، فبيقول لك ده اسمه بوكس واحد ولونه كذا. هو اللون مش مهم، بس لو عايز تغير اللون تكتين يظهر لك باليتة الالوان وتختار اللون اللي يعجبك من هنا، او اقول له ايه اد كاستم كلر واضيف الوان ثانيه وابتدي استخدمها. اخد اللون البامبا ده مثلا واقول له اوكي. خلاص انا وانا بسجل دلوقتي ملاحظ ان في حواف سودة، ده نتيجه ان كارت الشاشه على الكمبيوتر اللي شغال عليه حاليا مش قوي مش زي الدرس اللي فات. ممكن اضغط هنا وبعدين اقول له مثلا نشوف اختيار دينا واقعيه اكتر شويه. انا لقيت ان الجهاز اللي انا شغال عليه كارت العرض بتاعه ضعيف، فنقلت على جهاز تاني خالص، خزنت الملف ونقلت على جهاز تاني. الجهاز ده معنا برضو لسه سموث وهايلايتس انما اداؤه احسن. طيب انا دلوقتي عايز اغير حاجه في الصندوق ده. احنا اتفقنا امبارح ان في اختصار اسمه اف 3، اذا كنت عايز تشوف الصندوق مجسم ولا عباره عن خطوط. في اختيار تاني اسمه اف 4، تحب تشوف حواف في الجسم مميزه شويه ولا لا، ولما بختار الجسم يبقى الحواف لونها ابيض. طب هنخش كده موديفاي، بيقول لي ده اسمه صندوق واحد والصندوق ده لونه بامبي، وهنا شويه موديفايرز معدلات عايز تتنيه عايز تلويه، احنا مش عايزين نعمل فيه حاجه دلوقتي. طب قول لي انت شايف بوكس يعني صندوق وما تلعبش فيه خالص. هنا في حاجه اسمها البارامترز اللي هي الخصائص بتاعه الجسم ده، في اللينس اللي هو الطول والويدث اللي هو العرض والهايت اللي هو ايه الارتفاع. اضغط زد كده اعمل زوم كويس، ممكن اضغط يبقى بزود الطول او استمر في الضغط واضغط، ولو عايز استمر في الضغط او اكتب انا مثلا عايز الطول بتاعه 60 وانتر. طيب انا عايز اقلل بس مش عارف اقلل كام، بس عايز حاجه يكون شكلها حلو، فلو فضلت اقلل هاخد وقت طويل قوي لحد ما احس ان انا وصلت للوضع اللي انا عايزه. في حل تاني جميل، لو حضرتك ضغطت على السهم اللي بيشاور لفوق او السهم اللي بيشاور لتحت واستمرت في الضغط، واثناء ما تضغط بعدت عن الزرار، هتلاقي انت بعيد اه بس الزرار لسه مضغوط لتحت اهو ملاحظين، وانا لسه بقصر، بس بقى الرقم بيزيد قوي 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 او يقل قوي 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 بسرعه اكبر كتير. اللون الاسود ده نتيجه ان السطح اليمين والسطح الشمال بتوع الصندوق لمسوا بعض. نفس القصه في العرض ونفس القصه في الارتفاع. لو انا عايز اخلي الصندوق ده الرقم اللي فيه يرجع للرقم الابتدائي قوي، يعني انا اول ما عملت الصندوق ده كان مثلا طوله صفر عرضه صفر ارتفاعه صفر مثلا، فاقوم ضغط باليمين على الزرار التحتاني، اقوم ضغط باليمين فيجيب لي القيمه اللي ابتدى بيها. ما انا اول ما ابتديت اشتغل كان بصفر، وبعد كده انا اديته طول وعرضه ارتفاع فكان عرضه بصفر، فممكن اعمل كليك يمين يبقى انا كده ايه باخد القيمه الاولانيه خالص وبعد كده ابتدي اعدل زي ما عايز. انا مثلا عايز اشتغل دلوقتي واعمل درجه سلم. طيب درجه السلم دي يعني عرف كده في مصر، عرف في مصر ان درجه السلم دي ارتفاع الدرجه 15 سم، لانها لو اكتر من كده تبقى السلم متعب في طلوعه، اقل من كده يبقى السلم ممل في طلوعه، غير انه بيحتاج مساحه كبيره اللي محتاج درجات سلم اكتر، والعمق بتاع درجه السلم 30 سم، عشان لو واحد قدم بتاعه مقاسه 45 بالمصري، احنا هنا في مصر مقاساتنا باسلوب 41 42 45، في ناس ثانيه ماشيه باسلوب ثاني ايه 10 و11 و8 بيقيسوا بقياسات بتدوب ارقام اصغر شويه.
الذكر البالغ اللي رجله توصل مثلا لمقاس 45، معنى كده الرجل ده مقاس 5، مقاس 45 يعني طول رجله 30 سم. طب نعمل العمق بتاع درجة السلم 30 سم عشان رجله بالكامل تبقى فوق درجة السلم، عشان ما يقعش من على درجة السلم او يبقى فيه ايه مخاطرة او اجهاد ووطأ. طيب دلوقتي مثلا انا هشتغل بالسنتي، عرفنا ان درجة السلم دي مش مشكلة، عرضها كام بس العمق بتاعها 30 وارتفاعها 15، ده لو هشتغل بالسنتي. طب انا دلوقتي شغال بالسنتي ولا بالمتر ولا بالبوصة ولا بايه بالظبط؟ هقول لك انت ليك الحريه تشتغل باللي انت عايزه، يعني جزئيه الوحدات دي انت ليك حريه فيها تشتغل باللي انت عايزه، ولما نيجي لربط الماكس مع الاوتوكاد هنبتدي ايه نوضح حاجات تانية، بس لحد دلوقتي اشتغل بالوحده اللي تعجبك. افترض ان انت عايز تشتغل بالسنتي او عايز تشتغل بالمتر، بس توحد كله، يعني ما تقوليش مثلا ايه العرض العمق بتاع درجه السلم 30 والارتفاع 15 من 100، يبقى انت اديتني واحده بالسنتي واحده بالمتر، لا كل شيء في المشهد كله يا كله تقصد بيه سنتي يا كله تقصد بيه متر. فبالتالي لو انا مثلا عايز اغير العرض بتاع درجه السلم، او لو عايز درجه السلم مثلا عرضها 15 والارتفاع عرضها 30 او عمقها 30 والارتفاع 15 وده مثلا 120 سم، ادي كده درجه السلم. واقف هنا اعمل زد، دي كده درجه السلم 15 ارتفاع 30 عمق والعرض بتاع السلمه مثلا 120 سم. طيب دلوقتي انا لما باجي استلم شغل المفروض بشوف هل انا جهازي قد الشغلانه دي ولا لا، يعني في شغل يبقى فيه تفاصيل كتير قوي، جهازي اللي هو المعالج بتاعي ووحده الذاكره المؤقته بتاعتي اللي هي الرامات لها مقدره معينه على العمل، فانا عايز اعرف هبقى قد الشغلانه دي ولا لا. فانا بستلم الشغل ابقى مركز، هل الشغل فيه كسرات كتير، تفاصيل كتير، بروزات كتير، معنى كده فيه اضلاع اكتر ونقط اكتر. حاليا انا عندي مجرد صندوق، المشهد بسيط جدا، الصندوق ده لو ضغطت عليه باليمين وقلت له اوبجكت بروبرتيز تقول لي الصندوق ده فيه كام نقطه؟ 8، اربع نقط ناحيه هم واربع نقط بعاد. طب فيه كام وش؟ 12. واحد يقول لي لا دول 6، هقول لك هو الفوقاني ده وش بس ال 3 دي ماكس بيعتبر الوش 3 نقط، فبياخد مثلا يعني النقطة دي مع النقطة دي مع النقطة دي في وش، والنقطة دي مع النقطة دي مع النقطة دي في وش، فكأن هنا في خط أنا مش شايفه قاسم لي الوش ده المثلثين. المهم إن كل ما النقط والوجوه دي كترت كل ما المشهد بقى بطيء وهتقابلني مشكلة في الإخراج النهائي. أوكي؟ فيفضل إن أنا أخلي الوشوش دي أقل ما يمكن. ممكن من خلال اللينس سيجمنت أخلي الطول متقسم لكذا مرحلة، ومن خلال الويدث سيجمنت اخلي العرض متقسم لكذا مرحله، ومن خلال الهايت سيجمنت اخلي الارتفاع متقسم لكذا مرحله. السؤال الاول، هل الخطوط دي هتبان في الاخراج النهائي للعميل؟ لا. الدليل عشان اجيب العميل افرجه على الناتج من ال 3 دي ماكس مش هقول له تعالى اتفرج على ال 3 دي ماكس، لا. بخلص المشروع بتاعي واخش قائمه رندر اللي هي الاخراج واقول له رندر اعمل اخراج، فبيقوم محول لي اللي انا شايفه صوره، هل انتوا شايفين اضلاع؟ ولا بانت ولا حاجه. في نفس الوقت انا لو عملت كليك يمين قلت له اوبجكت بروبرتيز الجسم تقل، بدل ما كان 8 نقط اصبح 260 نقطه. طب انا استفدت ايه؟ وده السؤال الثاني، استفدت ان انا كل ما ازود السيجمنت بتاعت اللينس والويدث والهايت اصبح الجسم اكثر استجابه للتاثيرات اللي انا لسه ما شرحتهاش اللي في الليسته دي. يعني على سبيل المثال انا هشرح هعمل كده حته بسرعه بس هتيجي في اخر الكورس خالص، هفتح الليسته واقول له بند تاني، فبيقول لك اللي انت شايفه حضرتك ده عباره عن صندوق ثم حصل له تاني. لما بقف على كلمه بوكس بيظهر خصائص الصندوق، لما اقف على كلمه بند بيظهر خصائص التاثير بتاع التاني. وملاحظين ان في هيكل اصفر كده اف 3، ملاحظين ان في هيكل اصفر جاي راكب على الجسم، الهيكل الاصفر ده من خلال الخصائص دي انا ممكن اثنيه، ولما اثني الجسم بتاعي يحاول يتنى معاه على قد ما يقدر. اف 3 تاني هقول الانجل واقوم ايه مغير الزاويه، او تعالوا كده بلاش خلي الارتفاع مثلا ب 150 سنتي وخلي ده مثلا ب 20 سنتي عشان يبقى الجسم طويل شويه. خلاص واجي هنا اقول له ايه بند وابتدي اتني، ملاحظين ان جسمي بيتنى. جسم ناعم ولا لا؟ هو جسم ناعم بس انا حاسس ان كل ما اتني اكتر التكسيره تبان اكتر. طب لو اتكيت في 4 عشان الاضلاع تبان، هنا بقى بيبان بقى لما تيجي تضغط، باعتبار ان التقسيمات دي تقسيمات قليله فالتكسيره بانت شويه.
زي مثلا صوابع حضرتك، حضرتك لما تيجي تثني ايديك الصابع مبقاش مدور تماما، الصابع يا دوبك هو فيه ثلاث اجزاء خلاص، ما بيستجيبش تماما للثانيه بتاعتك. عكس ديل القطه، ديل القطه فيها اجزاء كتيره جدا، فديل القطه بحس انه انسيابي جدا. فهنا اقف على كلمه بوكس وازود الاضلاع بتاعت الهايت، الاضلاع اللي تهمني بس، لكن الاضلاع التانيه ما تفرقش معايا في حاجه، اهو بقلل اهو ما تفرقش معايا في حاجه، يعني هي دي الاضلاع في الاتجاه اللي انا بتني فيه. وممكن اكون متعمد ان انا اقلل الاضلاع، انا عايز الشكل كده، انا متعمد ان الشكل يطلع كده، خلاص ده موضوع تاني. يبقى الخلاصه حضرتك بتزود السيجمنتس دول لو انت ناوي ان انت الجسم ده قدام هتتنيه، هتلويه، هتميله، هتعصره، هتنفخه، هتشكل فيه. طب انا هسيبه زي ما هو، يبقى مفيش اي مبرر اطلاقا ان انا ازود الاضلاع. فالسيجمنتس دول معاملات مهمه اه، بس افضل ان انا ما ازودهاش عن واحد الا اذا كنت فعلا ناوي بعد كده ان انا ايه اتني والوي وحاجات كده. خلاص؟ طيب يبقى لنا بعد كده المعاملين الاخرى دول. الاختيار اللي اسمه جنريت مابنج كوردينيتس ده معناه وانا بخزن الصندوق في الذاكره وبخزنه في وسط الملف بتاعه في الهارد ديسك بتاعي، بخزن مع الصندوق معلومات بتساعد ال 3 دي ماكس في ان هو يفرد الخامه عليه. يعني انا ممكن في المستقبل اجهز صوره خشب او طوب او سيراميك او ايا كانت الصوره علشان اكسي بيها الجسم. ففي بيانات اسمها مابنج كوردينيتس، دي عباره عن شويه بيانات لو اتخزنت مع الجسم بتاعي ممكن الجسم بتاعي يستقبل او زي ما بنقول كده بالبلدي يلبس الخامه كويس. خلاص يعني حضرتك لما حد بيديك بلطو عشان تلبسه تبقى عارف انت تدخل ايديك اليمين فين وتدخل ايديك الشمال فين، لان انت عندك خبره ان انت استخدمته قبل كده. خلاص، ففي بيانات اسمها المابين كوردينيتس، البيانات دي لو اتخزنت مع الصندوق او الاسطوانه او ايا كان الشكل بتساعده في ان هو يكسب الخامه في المستقبل صح. طبعا احنا مش هنعتمد على اللون وهنحط خامه، اسف مش هنعتمد على اللون وهنحط خامه، فكده كده هنقول له جنريت مابين كوردينيتس ونسيب. طيب فملهاش لازمه يعني، اعتبروها كانها مش موجوده. طب تاني واحده نفس القصه بالظبط برضه ملهاش لازمه، معناها ايه؟ ريال وورلد ماب سايز، معناها ان انت لما تحط الخامه على الجسم والخامه دي تكون مضغوطه شويه تتحط على الجسم مضغوطه، الخامه تكون مفروده شويه تتحط على الجسم مفروده، يعني انت وانت بتصمم الخامه بتاعتك ممكن تلاحظ انها كبيره او صغيره، فاي تعديل في الخامه قبل ما تحطها على الجسم الجسم هيحس ويلتزم بالسكيل او المقاس الجديد للخامه. الخامات مش موضوعنا اصلا في الكورس ده، والاختيارين دول دايما شغالين خلاص وما يفرقوش معايا في حاجه خالص، انا بس بقولهم من باب العلم بالشيء. نيجي بعد كده نعلم على ده نقول ديليت، وبعد كده نخش نعمل زد زوم وكرييت. خدنا الصندوق، ناخد مثلا الاسطوانه السلندر، اقوم ضاغط الاسطوانه دي شكل اسطواني كده، اقوم ضاغط وساحب محدد نص قطر القاعده، واما اوصل للبعد اللي انا عايزه او المساحه اللي عجباني اسيب ايديا واطلع لفوق او انزل لتحت واعمل كليك، دي كده اسطوانه. نخش الموديفاي اسمها، هو لو عايز تغيره غيره وادي اللون بتاعها، لو عايز تغيره غيره. وطبعا ما ننساش ممكن نتك اف 4 او نلغي اف 4 عشان نشوف الاضلاع او لا، انا عايز اشوف الاضلاع. بيقول لك الريديوس، الريديوس اللي هو نص قطر هتزوده ولا تقلله، ولا عندك نص قطر معين انت عايزه مثلا 24 و3 من 100. طيب الارتفاع قد ايه؟ طب الهايت سيجمنتس الارتفاع مقسوم حتت كتيره ولا حتت قليله؟ تاني فايدته ايه القصه دي؟ لو انا قللت نص قطر شويه وزودت الارتفاع شويه وزودت التقسيمات في الارتفاع شويه وفتحت الليسته بتاعت التاثيرات بتاعت الموديفايرز دي قلت له بند انا عايز اتني، ففي هيكل اصفر حوالين الاسطوانه بتاعتي، الهيكل ده انا ممكن ابتدي ان انا ايه اتنيه، ممكن اقف على السلندر. فلولا ان انا مزود التقسيمات بتاعت الارتفاع كان زمان التاني اصبح تاني مكسر، فزودت التقسيمات دي فابتدى التاني يبقى تاني ايه ناعم. طب انا مش عايز التاثير ده، عندي حلين، اضغط على اللمبه تطفي يبقى التاثير موجود بس مش فعال، او اعلم على التاثير واقوم ضاغط سله المحذوفات دي. انما لو تاكيد ديليت من الكيبورد يبقى اشيل الاسطوانه كلها، خدوا بالكم الحته دي مهمه قوي. وبرده موضوع التاني والحاجات دي مش موضوعنا دلوقتي، انا ماجله لاخر الكورس. بعدين في هنا حاجه نقلل الارتفاع تاني ونعمل زد ونقلل تقسيمات الارتفاع كمان مره. في هنا حاجه اسمها الكيب، كيب اللي هو الغطا، طبعا الغطا اللي فوق وفي غطا زي تحت، كيب ده حته واحده ولا حتتين ولا ثلاثه ولا اربعه، ده لو ناوي اخد الغطا ده وابتدي اشكل فيه.
طب السايز عايز كام جنب؟ جوانب كتيرة ولا قليلة؟ طب شوف الحتة دي، لما اخش قائمة ريندرنج واقول له ريندر اختصار شيفت كيو، شيفت كيو، انا ملاحظ طبعا هو ممكن ان هو هنا مكسر، لكن الاضلاع اللي هنا مش باينة، يعني هو هنا مدخل لي الالوان في بعضها محسسني بالنعومة، بس هنا بقى ما قدرش يعمل حاجة. ليه؟ لان في اختيار اسمه سموث. طب لو شلت السموث وعملت ريندر تاني، ملاحظين بقى ده وش وده وش وده وش، كل وش من دول له زاوية مختلفة، فسقط عليه كمية إضاءة مختلفة فباين بلون مختلف. هتقولي خلاص أنا مش هعمل السموز دي وأزود الأضلاع وعامل شيفت كيو، بس أنا ملاحظ برضو إن في شوية تكسيرات كده، مع إن الجسم تقيل. كليك يمين أوبجكت بروبرتيز، أنا عندي 434 نقطة. في حل كويس أوي إن أنا أقول سموز، سموز دي كفيلة إنها تحسسني بنعومة في الأوجه في الجناب، خلاص، وأحط رقم مناسب بحيث القرص اللي فوق ده ينعم، ونعمل شيفت كيو. خلاص لو تركزوا معايا هنا كده، هنا في تكسيره بسيطه، يبقى كده رقم 28 ده مش كفايه، اوصله مثلا ل 36. كليك يمين اوبجكت بروبرتيز، طبعا هنا انا عندي 218 نقطه بس، قبل كده كانوا تقريبا 400 او حاجه زي كده. يبقى الشكل ده من حيث حجمه في الذاكره وتاثيره على الجهاز نص اللي فات. طب من حيث المنظر العام ناعم جدا ومنطقي وتمام التمام. خاصية السموث دي ممكن بنستخدمها في الأشكال اللي ممكن الماكس يدينا فيها نعومة. نتأكد اف 4 عشان ما نشوفش الأضلاع. شوف لو شلت السموث، لو رجعت السموث، بالتالي كده الموضوع أكثر وضوحا. طيب شكل الأسطواني ده شكله له محور. محور اللي هو الخط اللي بيعدي من نص الدائرة اللي فوق ونص الدائرة اللي تحت، السطح الفوقاني من السطح التحتاني. طيب واحد بيقول لي، واحد ظريف شوية بيقول لي أربعة، بيقول لي هو دي إيه؟ بقول له دي تورتة يا عم. فبيقول لي طب هات حتة. عشان أجيب حتة لازم أقطع قطع وأقطع قطع تاني، وما بين القطعين بديهوله بستغنى عن الجزء ده وباقي الباقي ليه. هي دي بالظبط موضوع السلايس أون. السلايس أون دي لما أحط علامة الصح يبقى أنا قطعت من زاوية صفر لزاوية صفر. طب أنا مثلا عايز أرمي ربع الأسطوانة دي، أقول له من صفر ل 90. أنت يبقى انا رميت من زاويه 0 لزاويه 90. طبعا انا ممكن احط الزاويه اللي تعجبني. لما اضغط الت، واثناء ما اضغط الت اضغط البكره اهو. يبقى السلايس اون بيجي على المحور بتاع الجسم، ومن اول زاويه كذا لحد زاويه كذا بيستغنى عن الشكل. واحد يقول لي طيب انا شفت مثلا في اعلان بتاع دواء او مجله او نشره اخبار ان الجزء المقصوص ده واقف جنب الاسطوانه. طب دي اتعملت ازاي لو بال 3 دي ماكس؟ اقول لك هو اللي حصل ان الراجل عمل نسختين من الاسطوانه، نسخه رمى الربع مثلا وساب الثلاث ارباع، ونسخه ثانيه رمى الثلاث ارباع وساب الربع، وادى الاثنين لون واحد. فانت تعتقد او مخك لما يشتغل يقول لك ايه، يبقى اكيد الربع ده كان تبع الثلاث ارباع الايه اللي جنب منه، وعمل خدعه كده، بس هنا الجزء اللي برميه ما خلاص ما بيرجعش تاني. طب لو شلت سلايس اون يبقى انت مش عايز التاثير والجسم كامل معاك. طيب إذا كنا فهمنا ده، متهيألي بقى يبقى التيوب أمر بديهي جدا، اللي هو الأنبوبة، وعبارة عن أسطوانة لكن متفرغة من جوه. هنا بقى عندي اتنين ريديوس، نص القطر الخارجي ونص القطر الداخلي، غير كده هي أسطوانة عادية جدا برضه، ولها نعومة ولها عدد أضلاع ولها سلايس أون والكلام ده كله، وآخد جزء وأرمي جزء وهكذا. بعد كده عندي الكون اللي هو المخروط، أسحب واطلع لفوق واقوم ضاغط، بعد ما اضغط ابتدي ان انا ايه اوسع يا ضيق، يعني لو ضيقته يبقى عامل زي الطربوش كده او الطرطور او المخروط، لو وسعته يبقى عامل زي القمع، براحتك بقى. طبعا مش من المنطقي ان انا اخلي الاثنين قد بعض، والا كنت عملت اسطوانه مره واحده. نخش الموديفاي يقول لي نص القطر الاولاني بكام اللي هو تحت، ونص القطر الثاني بكام اللي هو فوق، والارتفاع كام، الارتفاع قد ايه، والارتفاع على كم جزء، وهكذا. يعني كانه اسطوانه، بس الاسطوانه نص قطرها من تحت غير نص قطرها من فوق. خلاص بعد كده عندي السفير كوره، اضغط واسحب، سهل قوي. خش الموديفاي بيقول لي نص قطر بكام. طب السيجمنتس عدد الاضلاع، هو هنا بنلاحظ ان انا هنا مش عندي 32 ضلع، انا عندي اضلاع كتير، بس الرقم ده كل ما زوده كل ما الاضلاع تزيد، فالوشوش تزيد والكره تنعم وتبقى تقيله او بتبطئ الملف شويه.
وكل ما قلل كل ما الاضلاع تقل، كل ما الوجوه تقل، كل ما يبقى حجمه اقل في الذاكره والملف يبقى خفيف بس يبقى الجسم مكسر شويه. شوفوا كده، ازود او اقل. تك اف 4 طبعا قلنا في اختيار اسمه سموث، بالتالي بقى بديهي عايز تنعم ولا لا. ننزل تحت شويه كده في حاجه اسمها سلايس اون، برضو هل انت عايز ترمي جزء وتسيب جزء باعتباره شكل له محور؟ طيب انا هنا عايز اعمل حاجه تانية، انا مش عايز اقطع قطعتين وارمي اللي في النص، هقطع قطعه واحده بالعرض عمودي على المحور وارمي اللي تحت. يعني انا مثلا عايز اعدي سكينه هنا كده والجزء اللي تحت مني هيقع، فدي خاصيه اسمها الهيمسفير. هيمسفير بزيرو يعني انت موقف السكينه تحت، فالجسم كله فوق السكينه فما ترماش منه حاجه. كل ما ازود الرقم ده يبقى انا بطلع بالسكينه لفوق، يبقى في اجزاء تحت مني الاجزاء دي بتتحذف لحد ما اوصل لواحد، يبقى انا حذفت الشكل كله. خلاص دي حاجه زياده في الكوره. طيب في اختيارين ما لهمش لازمه، في حاجه اسمها الشوب والسكواش. واضح ان الجسم كل ما ارمي منه اكتر كل ما الجسم يبقى خفيف لان عدد نقطه قلت، ده مع الشوب. طب لو قلت له سكواش، كل ما ارمي بيرمي جزء من الجسم ويحافظ على نفس عدد الوشوش ويقلل مساحتها شويه عشان يفضل دايما عدد نفس عدد النقط اللي في الجسم هو هو. والاختيارات دي ملهاش لازمه. بنلاحظ ان الجسم مثلا الصندوق لما باجي ارسمه ملاحظين ان في نقطه طالع منها اكس وواي وزد في القاعده، دي بيسموها البيفوت. البيفوت اللي هي النقطه او البذره بتاعت الجسم، هي دي النقطه اللي لو قلت له دور هيدور حوالين منها. طب لو خدت اسطوانه برضه في المركز من تحت. طب لو خدت كوره اللي احنا كنا لسه راسمينها في النص بالظبط، النقطه اللي طالع منها اكس وواي لونهم احمر دول. طب الكوره دي انا رميت منها كتير، لو تلاحظوا الكره دي رميت منها من تحت كتير، فالمفروض ده مركزها. فلو جيت دورتها تدور، هنرجع له كمان شويه تاني، بتدور حوالين النقطه بعيد عنها. كنترول ريزلت. في اختيار اسمه بيز تو بيفوت. بيز تو بيفوت يعني حركه الشكل لفوق او لتحت بحيث نلاقي ان مركز دورانه في القاعده. انا هعمل كنترول، اختار الكره دي واعمل كنترول اي، اسف كنترول اي وعكس اختياراتي واقول له ديليت واعمل زوم. معلم على دي، ملاحظين هنا كده ايه ان الجسم بعيد عن مركزه. هقول له بيز تو بيفوت، حرك الجسم بحيث المركز يبقى تحت، مش هحرك المركز هحرك الجسم نفسه، فالجسم ينزل لتحت شويه لما اختار بيز تو بيفوت دي بحيث يفضل دايما مركزه تحت. دي كوره. في حته ثانيه اسمها جيوسفير. الكوره دي عباره عن خطوط طول ودائره عرض، يعني كوره ناعمه وجميله جدا بس عمليا صعبه تنفيذها لان الوش ده غير ده غير ده، كل ما بيطلع لفوق الابعاد بتختلف. انما الجيوسفير دي كوره بس مثلثات كده، اف 3 اف 4 مثلثات. نفس القصه، نص قطرها كام؟ عدد اضلاعها كتير ولا قليل؟ عايز تعمل سموس ولا لا؟ هنا هيمسفير هتقص حته من الكوره لازم النص اجباري، مفيش اختيارات. ماشي، بيقول لي هنا المعادله الرياضيه اللي هتعمل الكوره دي معادله تترا، يعني الكوره وجوهها قليله ولا اوكتا وجوهها متوسطه ولا ايكوسا وجوهها اكتر. طبعا احنا ما نعرفش المعادله الرياضيه ايه. او مثلا عايز تخلي الكوره دي عباره عن مثلثات ولا مربعات ولا مخمسات لازقه في بعضها، فبالتالي الاوجه بتكتر شويه. دي عمليه دي تتنفذ لان انا هشوف مثلث من دول طول ضلعه كام وعد عدد المثلثات واعملها من الازاز او الخشب او الستيل او ايا كانت الخامه بتاعتي واربطهم في بعض تتعمل، انما دي مش عمليا مش مظبوطه. مش عمليه يعني. خلاص ديليت ديليت. طبعا هو الموضوع ده يعني اكتر من الصندوق الاسطوانه صعب او كوره بكتير، يعني غالبا ما بيستخدمش الحاجات دي الا قليل قوي وهي اشكال مباشره جدا. فبالتالي التورس اللي هو الحلقه والبيراميد اللي هو الهرم، ماشي، دي اشكال بسيطه قوي هسيبها لكم انتم عشان مش كل حاجه كانت جايبكم على الجهاز، واشكال بسيطه قوي 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 يعني. نيجي بعد كده للابريق تي بوت، كنترول اي ديليت واقول له تي بوت، فبضغط واسحب كانه كوره واعمل زوم، ادي الابريق. واحد يقول لي طب هو انا مالي بالابريق، يعني حاطط الابريق ليه؟ هو حاطط ابريق عشان استخدمه زي المانيكان عند الراجل اللي بيفصل لنا الهدوم،
علشان احط الخامة عليه اشوف منظرها بقى حلو ولا وحش. في الكيرفات بتاعة الابريق احط اضاءة اشوف الاضاءة عليه حلوة ولا وحشة، طب ضله حلو ولا وحش، وبعد كده ارميه. لما اخش الموديفاي بيقول لي الابريق ده التيبوت ده نص قطره كام؟ يعني هنعتبر ان الجسم ده من غير البوز ومن غير يد عباره عن كوره. الكوره دي لما تكبر هو يكبر، كوره تصغر هو يصغر، وبرضه زود عدد الاضلاع. الولد الصغير اللي بيصنفر او بينعم هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ السموس يشتغل ولا لا؟ طيب عايز الجسم ولا لا؟ عايز اليد ولا لا؟ عايز البوز بتاعه ولا لا؟ عايز الغطا ولا لا؟ طيب نيجي هنا نرسم صندوق. صندوق اهو، ونقول له في الموديفاي نعلم على الابريق، نعلم على الابريق ونقول له بلاش الغطا. ملاحظين ان الشكلين كده دخلوا في بعض صح؟ ده السطح الخارجي للابريق، ركزوا معايا قوي، ده السطح الخارجي للابريق وده السطح الداخلي للابريق. طب عايز اعمل اخراج في ريندرنج، وقول له ريندر. ايه الغريب؟ السطح الخارجي للابريق بان، السطح الداخلي للابريق ها ما بانش. حتى تلاحظوا ان الجزء ده المفروض ما شافوش. طب ده ما بانش ليه؟ ال 3 دي ماكس عارف ان كل سطح له كل جسم له سطحين، سطح خارجي وسطح داخلي. هو لما بيلاقي السطح الخارجي باين للكاميرا او باين للقطه اللي انت عايز تاخدها بيطلعه لك، انما لو سطح داخلي ما بيطلعوش، بيتجاهله. طب زي ايه في حياتنا الطبيعيه كده؟ حضرتك واقف حاليا قدام المرايه، هتشوف لون عينيك مثلا عسلي او اسود او ازرق او اخضر. فلما انت تبص على عينيك من بره بتشوف اللون، انما لما انت تبص من جوه من جواك على الناس اللون ده بالنسبه لك شفاف. مثال كمان زي الازاز الفاميلي في العربيات. انا بشوف انا وانا راكب العربيه وفي ازاز فامي بحس ان الازاز ده مش موجود، وبشوف الناس اللي في الشارع. يعني من جوه لبره بحس انه شفاف. طب الناس اللي ماشيه في الشارع لما تبص على الازاز من بره لجوه بتشوفه اسود بني كحلي وهكذا. طب احنا بنشرح القصه دي ليه؟ بنشرحها عشان في ناس بتخش كورس ال 3 دي ماكس يقول لك يا عم لا ده ال 3 دي ماكس صعب، ال 3 دي ماكس لفه جامده، انا هتعلم اوتوكاد 3 دي. خلاص يبقى من حيث المبدا كده انت ما عندكش ثقه في نفسك. ده برنامج لذيذ جدا وقوي جدا وتعليمه سهل، بس انت بس اصبر عليه. طيب هو الراجل قام رايح ساب كورس ال 3 دي ستوديو ماكس وراح خد كورس اوتوكاد 3 دي، وعمل الموديلنج بتاعه، عمل العماره، عمل الفيلا، عمل واجهه المحل، ايا كان اللي صممه ايه يعني. فهو مضطر بعد كده برضه يرجع لل 3 دي ماكس ويكمل شغل عشان يحط الاضاءه والخامات والحاجات دي، دي واقعيه اكتر كتير جدا 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 من الاوتوكاد. وهو بيستورد الحاجات دي ويدخلها لبرنامج ال 3 دي ماكس، ممكن الاستيراد ما يفهمش بعض الوشوش او الاسطح. فيبقى الجسم متصمم كويس بالاوتوكاد بس دخله ال 3 دي ماكس واجي اعمل اخراج احس ان في حته فيه شفافه. ده نتيجه ان وجوهه وهي داخله خارجه وهي خارجه من الاوتوكاد وداخل ال 3 دي ستوديو ماكس، الماكس ما فهمهاش كويس فدخلت مقلوبه. واحد فيكم يقول لي طيب ما انا بتعلم الموديلنج او ان انا اشتغل 3 دي جوه الماكس، كل حاجه اتعمل جوه الماكس. اقول لك جميل جدا، لكن حضرتك مش هتقدر تعمل كل شيء. يعني مش هتعمل مبنى وتقعد بقى تصمم المبنى اللي جنبه وتصمم العربيات وتصمم الشخصيات وتصمم يعني في تفاصيل كده عايزين نجيبها جاهزه بالبلدي كده للناس اللي تعرف اوتوكاد زي بلوكات الاوتوكاد. فالحاجات اللي هجيبها جاهزه دي ممكن تيجي وتخش لي زي ما يكون فيها فتحات. فدلوقتي انا بفسر ليه فيها فتحات، لان استيراد برنامج ال 3 دي ستوديو ماكس لبعض العناصر اللي معموله ببرامج ثانيه ممكن يفشل، ينتج عنه انه في وشوش تخش كانها مقلوبه فحس انها مفتوحه زي نظام الابريق. غير كده الابريق ما بيفيدنيش في اي شيء. خلاص كنترول ايه ديليت زوم. نخش على كرييت، حاجه اسمها بلان. البلان ده بستخدمه، اقوم ضاغط وساحب بستخدمه. طبعا انا يعني دي واحده، انا مش ملزم اشتغل في المنطقه دي، انا ممكن اشتغل في اي منطقه. يعني المنطقه اللي فيها شبكه دي بتعرفني بس الارضيه بتاعتي فين. فبقوم انا عامل ايه؟ ضاغط وساحب، فبيديني زي صندوق بس زومكو بصفر. بستخدمه كارضيه للمشهد. ارض، شارع، حاجه زي كده ملوش صمت. طيب لو انا حطيت عليه ابريق او صندوق كي شغال. طب لما اعمل اخراج شيفت كيو، الجزء الداخلي من الابريق شفاف. طب بصوا كده لو ضغطت الت وضغطت على البقره لتحت وحركت البقره، طب ليه هنا لون اسود؟ لون اسود هنا دلاله ان السطح ده شفاف. ما هو الجسم ده كله سطح واحد، اشوفه من هنا اه، اشوفه من هنا لا. لو جيت عملت دلوقتي شيفت كيو فين البلان؟ البلان موجود بس انا شايفه من ناحيه شفافه فمتشاف،
متشال من الكاميرا، الكاميرا ما اهتمتش بيه. خلاص ده البلان طبعا، ممكن اتك اف 4 واخش على البلان تاني. عندي هنا اللينس اللي هو الطول، وعندي الويتس اللي هو العرض، واللينس سيجمنتس تقسيمات تقسيمات الطول وتقسيمات ايه؟ العرض. احيانا القصه دي ما تهمناش قوي، واحد بيستخدم البلان ده عشان بعد كده، يعني البلان ده هنخش التاثيرات بعد كده، في تاثير اسمه النويز هنبقى نتكلم عليه بعدين برضو. النويز ده بيعمل شيء من التكسير في الجسم، بيخلي الجسم يكسر. فانا مثلا عايز احول الجسم ده لجسم صخري او ميه او حاجه زي كده، فقله الوشوش مخلياني حاسس ان جسمي مش مكسر كويس، فلازم اخش على البلان. ما تهتموش بموضوع النويز دلوقتي انا عملته ازاي، بس انا بقول لو خدت الجسم ده وكسرت فيه فلازم ازود الاضلاع عشان التكسيره تبقى دقيقه شويه، بس الكلام ده بيتقلل المشهد. فممكن اعمل ايه؟ هقول له جوه ال 3 دي ستوديو ماكس انا عايز 20 تقسيمه في الطول و20 تقسيمه في العرض، الجسم يعني يا دوبك يا دوبك مكسر. لكن في حاجه اسمها الدينستي، يعني وقت الاخراج النهائي، اضرب الكلام ده في 5، يعني وقت الاخراج النهائي اعتبرهم 100 حته في 100 حته، عشان وانا شغال في ال 3 دي ستوديو ماكس يبقى التعامل سريع. انما لما رندر يضرب عدد الاضلاع دي في 5، يعني بين كل ضلع وضلع تاني يقوم حاطط 5 اضلاع، فالاضلاع تزيد فالتكسيره تبقى منطقيه ودقيقه اكتر. السكيل ده معناها اذا كنت انا حاليا عامل البلان ده 175، فوقت الاخراج النهائي اضربوا لي مثلا في 2 يبقى 200 في 150، ودي ملهاش لازمه، يعني مش هحس بالارقام دي الا لما اعمل اخراج. خلاص في اي وقت طبعا انا ممكن اضغط باليمين في اي وقت على اي عنصر، انشطه كليك يمين واقول له اوبجكت بروبرتيز، واعرف هو في كام نقطه. لكن المشهد عندي لو اتزحم فانا مش هقف على كل عنصر واعرف فيه قد ايه، وبعدين اجيب اله حاسبه واقعد اجمع. في اختصار جميل جدا اسمه 7، انا مش مختار اي حد اهو، بقوم ضاغط 7 فبيظهر لنا احصائيه بيقول لي مجموع النقط اللي في المشهد كله 501 نقطه، مجموع الوجوه اللي في المشهد كله 908 نقطه. خلاص نصيحة، لما تشتغل في ملف وتحس ان الملف ده تقيل قوي قوي معاك، اضغط 7 وطلع الاحصائيات، واعرف ان جهازك مش هيقدر يتخطى عدد النقط دي في المستقبل. يعني انا مثلا دلوقتي ابتديت اعمل برج، البرج ده عم ابتدى يخلص، اصبح التحريك بطيء، يعني اجي اضغط الت مع البكرة التحريك بطيء كده وبيقطع، وانا مثلا عندي 100 الف نقطة، 200 الف، مليون، 2 مليون، حسب بقى جهازك ما يستحمل. خلاص احفظ الرقم ده عشان هو ده حدود القصوى لتاخد جهازك، عشان لو حد مثلا طلب منك ايه مشروع فيه فيلتين جنب بعض والاثنين هيبانوا جنب بعض، لو صممت واحده ووصلت فيها ل 800 الف نقطه وانت جهازك اخره مليون، يبقى ما تكملش على الجهاز ده، لان الملف ممكن يهنج منك ويبوظ. كل ما يكون عندي المعالج قوي والذاكره كبيره ممكن يبقى المشهد فيه نقط كتيره جدا وفي نفس الوقت بتحرك بنعم. نعمل كنترول ايه وبعدين نعمل طب الاشكال دي اشكال ساذجه جدا، بستخدمها كتير قوي، بس برضه اشكال بسيطه، انا عايز اشكال يعني فيها تفاصيل اكتر. خلاص نفتح الليسته دي، وطبعا احنا مش هنتكلم عن المواضيع دي كلها ما تهمناش خالص، ونخش في الاكستندد بريمتيفز المجسمات المتقدمه شويه. نخش هنا، دي اشكال تانية غير اللي فاتت. طيب انا عايز اعرف الاشكال دي بتتكلم عن ايه. ماشي، في الاول هنا اشكال ملهاش لازمه خالص بالنسبه لنا، يعني مثلا في الهيدرا او ضاغط وساحب عباره عن هرمين في ظهر بعض ما بحتاجهوش، لو احتجت ارسم هرم وخلاص. قال لك بص بقى، يعني في واحد بيبقى عارف معلومه كده يقعد يتنطط بيها على الناس، قال لك بص الهيدرا ده لو دخلت الموديفاي بيقول لك انت عايزه تترا ولا كيوبيك اوكتا، فاديك وشوش مش مثلثات، وشوش مربعات، ولا دودك ايكوسا اديك وشوش مخمسات، ولا ستار مدبب، ولا ستار اتنين مدبب ومشطوب. بقول لك بقى البي والكيو دول بيغيروا من شكل الجسم. يعني حضرتك لو دخلت الهلب بتاع البرنامج، انا متعلم الهلب، يقول لك البي والكيو بيغيروا الشكل، بيغيروه ازاي؟ انا ما اعرفش، جرب. يعني هو في معادله رياضيه انت عمال بتختار الاختيارات دي فتعدل في شكل المعادله فالشكل الناتج يختلف يعني. واحد يقول لك ايه بقى؟ لو انت قلت له دودك ايكوسا وغيرت البي شويه وغيرت الكيو شويه هتعمل كرة قدم. يعني احنا بادئين بشكل هرمي، لكن عند القيمة مثلا 36% وصفر يبقى دي كرة قدم. طب المعلومة دي هتفيدني في ايه يعني؟ حتى لو عرفتها. خلاص؟
علشان كده مش مهم ابقى عارف ال 3 دي ستوديو ماكس كله، انما المهم ابقى عارف الحاجات اللي هتوصلني للي انا عايزه. يعني ما تقلقش ان ايه واحد يقول لك تعرف الامر ده ممكن يعمل كوره وممكن يعمل مش عارف ايه، طب وانا استفدت بالكلام ده ايه؟ خلاص طيب ديليت. في شكل اسمه تورس نوت، اللي هو الحلقه اللي وريتها لكم في الدرس اللي فات ومش في الجزء اللي فات وما شرحتهاش لكنها معقوده. طب وانا هعمل ايه بالشكل ده؟ شبه الابريق لو عايز اجرب عليه خامه وحاجات. لو انا في ال 3 دي ستوديو ماكس وعايز اصمم خامه ازاز، خامه فاميه، خامه ازاز ملون، فبستخدم شكل زي كده واديله خصائص الازاز واتفرج الازاز بتاعي شكله حلو ولا وحش. لما اخش الموديفاي في هنا حاجه اسمها لمز اللي هو الانتفاخات، اقول له مثلا عايز 9 انتفاخات. طب ما فيش انتفاخات ليه؟ لان انا ما قلتلوش اللام هايت قد ايه سواء بالموجب او بالسالب. خلاص. واللام اوف دي لو عايز ازيح الانتفاخات دي شويه. فلو حضرتك عايز تجرب جسم يبقى فيه مناطق رفيعه ومناطق تخينه وتدي له خامه ازاز او مرايه او كده وتجرب، جرب. غير كده ولا له اي لازمه. ليه؟ نخش تاني. في الهوز عباره عن اسطوانه بس الاسطوانه فيها تكسيرات. خلاص. في حاجه اسمها البرمة، البرمة اللي هو الاشكال عامله زي القلل دي اللي بتتحط في البلكونه. خلاص ما بتتعملش بدل لان ده دايما مقطعه منتظم. تخش الموديفاي ممكن هنا تبتدي تغير الخصائص بتاعته، مش قصتي انا دلوقتي. ماشي. ده بيستخدموه لما اكون بعمل مثلا فيلم انيميشن وبعمل انسان الي، فبعمل اسطوانه بتعبر عن الجزء السفلي من الرجل واسطوانه بتعبر عن الجزء العلوي من الرجل واحط ده في النص، بحيث لما الانسان اللي قاعد يتحرك يبتدي الاسطوانه دي اوتوماتيك تنضغط وتتفرد معاه زي الاكورديون. دي فايدتها. دي اللي ما تهمنيش شيء. بعد كده في رينج ويف، رينج ويف دي حاجه عامله زي الاسطوانه لكنها من جوه مشرشره. بيستخدموها مثلا لو بعمل لقطه مثلا شويه صخور كده بتلف حوالين كوكب معين على هيئه قرص والكلام من ده، مش موضوعنا بقى. في شكل ساذج جدا اسمه البريزم، اضغط واسحب واعمل كليك يبقى دي القاعده وادي الارتفاع. منشور. مثلث وله ارتفاع. تخش الموديفاي يقول لك اول ضلع طوله قد ايه، ثاني ضلع، ثالث ضلع، والارتفاع العام طوله قد ايه بس. شكل بدائي جدا. الاشكال دي ما تهمنيش في شيء. انما اللي يهمني الاشكال اللي باقيه بقى. الحبه الباقيين دول. خلاص؟ نصيحه عشان انت تاخد احساس البرنامج، وقف التسجيل دلوقتي في اللحظه دي وخبط في دول، جرب. شوف هتفهم ولا مش هتفهم، ما فهمش حاجه صعبه يعني. بس مش عايزين كل حاجه كده ايه تبقى جايه لك على السهل، انت حاول بس ايه بص بصه، وقف التسجيل وبعدين ارجع للتسجيل تاني شوف انت فهمت الخصائص كلها ولا لا. طيب في هنا حاجه اسمها شامفرد بوكس، صندوق بس مشطوب شبه الصندوق العادي البوكس. اضغط ادي القاعده طولا وعرضا واسيب واطلع اعمل كليك للارتفاع الجديد. بعد ما اعمل كليك لو زقيت الماوس لقدام شويه اصبح في شطف، واما احس ان الشطف مناسب اعمل كليك. خش الموديفاي برضو فيه الطول والعرض والارتفاع وفي الفلت اللي هي المنطقه اللي فيها شطف. كل ما زود الفلت الشطف اصبح بيخش في الجسم اكتر، كل ما قلله اصبح الشطف مركز في الاطراف اكتر. وبرضه هنا في الاضلاع وهنا في حاجه اسمها الفلت سيجمنت، عايز شطف كتير، منطقه شطف ناعمه ولا منطقه شطف حاده. طبعا هنا يفضل اقول له بلاش سموث. في اربعه ده لو عايز اعمل مثلا ظهر زي بتاع الطاوله او اللي بيسموه النورد، عايز اعمل مثلا شلته في كرسي او في مجلس او في انتري، حاجات زي كده يعني. بعد كده في حاجه اسمها شامفر سلندر، اسطوانه مشطوفه، ادي القاعده وادي الارتفاع واعمل كليك، وبعد كده برضه في الشطف. في اربعه خش الموديفاي، اسطوانه عاديه جدا لكن الفيلت بتاعها في منطقه كبيره ولا منطقه صغيره؟ والفيلت بتاعها كام جزء؟ برضه سلايس اون وكل حاجه. دي اسطوانه مشطوفه. في تلات اشكال شبه بعض، في الكبسوله زي كبسوله الدواء كده، عباره عن اسطوانه بس منتهي من فوق بنص كوره وبدا من تحت بنص كوره. اضغط واسحب دول نص الكوره الفوقاني والتحتاني. في الاسطوانه نفسها اطلع لفوق واعمل كليك. خش الموديفاي يقول لك نص قطر العمق قد ايه؟ يعني ده نص قطر الاسطوانه ونص قطر الكورتين او اجزاء كور المكمله فوق وتحت. والارتفاع قد ايه؟ يعني في اختيارات بقى ملهاش لازمه قوي. يقول لك طيب هو الارتفاع اللي انت قلته ده اللي هو مثلا 50، هل ده ارتفاع اوفرول؟ ممكن الت دبليو
الت دبليو واعمل زوم كده على ده ونبص هنا الفرنت احسن. بيقول لك ال 50 اللي انت دخلتهم اوفرول يعني من القاع للقمه 50، ولا تقصد السنتر يعني انت عايز الحته دي ب 50؟ بيقول لك شوف انت كنت تقصد ايه. غير كده هي اسطوانه عاديه. عايز اروح المنظور، اتك بي تك زد عشان اعمل زوم والف شويه، وبعدين اضغط اف 3 واف 4. نخش تاني في تاني شكل اسمه اويل تانك، زي خزان الزيت او البترول. ادي الارضيه وادي الارتفاع، واعمل كليك واحدد الصداره. هنا بقى مسموح لي احدد الصداره ضعيفه قوي او الصداره شديده، اقصى شيء نص كوره عشان يبقى زي كبسوله. لو بعمل مثلا مبنى والمبنى ده فيه قبه ولا حاجه، قبه يعني التقوس بتاعها خفيف شويه يعني مش نص كوره بالظبط. خش الموديفاي، ما فيش شيء جديد. في حاجه اسمها بلند، بلند انه بيحاول ينعم لي منطقة طلاق الكورة مع سطح الرأس، ملاش لازمة خالص ولا عمري في حياتي استخدمتها. بعدين في هنا حاجة اسمها السبندل، السبندل دي اسطوانة لكن مدببة من فوق وتحت. فهم دول التلات احتمالات اللي هم اعتبروا تلات أشكال لتطور الاسطوانة العادية بتاعتي. بعدين في شكلين زي بعض، ال اكستنشن والسي اكستنشن. حرف ال بيترسم اهو، وادي ارتفاعه، واعمل كليك وبعد كده احدد سمكه زوم. يبقى لو انا عايز جدارين بسرعه، مش ده احسن اسلوب على فكره يعني، لكن لو عايز جدارين انا بسرعه استخدم حرف ال ده. ممكن اخش الموديفاي يقول لك طب الجزء الاولاني طوله قد ايه بالموجب ولا طوله بالسالب الناحيه الثانيه، طب الجزء الثاني قد ايه، طب سمك الاولاني قد ايه، طب سمك الثاني قد ايه، طب الارتفاع الاجمالي بتاع الاثنين قد ايه، طب عايز كام جزء في عرض الاول، كام جزء في عرض الثاني، كام جزء في عمق الاول والثاني مع بعض، كام جزء في الارتفاع، وهكذا. إذا كنا فهمنا ال اف اس سي زيه بس ثلاث أضلاع، مفهوش جديد. وعلى فكرة استخدامهم قليل قوي يعني، مش برضو ده الطريقة المثالية إن أنا أعمل واجهة عمارة أو جدار أو كده، دي حاجات بس بسرعة كده تمشيني. خلاص. آخر حاجة عندنا حاجة اسمها الجنجون. الجنجون شكل عبارة عن أرضية مخمس مسدس مسبع والارتفاع، واعمل كليك. طب ما دي اسطوانه، الجديد ان في شويه شطف مسموح لي بيهم، مسموح لي ان انا اعمل شطف. خش الموديفاي، فممكن اخلي مثلا اضلاع 6، انا عايز اعمل مثلا قلم رصاص وازود منطقه الشطف شويه وازود عدد الاجزاء جوه منطقه الشطف. طبعا شكلي ملوش محور مش زي الاسطوانه، فما اقدرش اعمل له سلايس اوت. تك كده في 4. وحضرتك عايز سموث ولا لا؟ ركزوا حضراتكم معايا هنا كده في الجزء المكسر ده، حضراتكم عايزين سموس ولا مش عايزين سموس، وهكذا. خلاص، ده الموضوع بتاع الأشكال المتقدمة.